Olha o MC na cara, né? Sinemsi yana qara sibe. Bedi so qada tras. Aw qada qada ma tahna jene. Tras tibe sa qati li ma jishre tar. Jishre tar sibe. Jishre mahfoura. Sihe ma kadi tawnji nakhd lak ana biye. Ma tqallaq anti. Ma naal bazi ana. Ma tqallaq anti. Ma tqallaq ana sibe sa qati qati anti chef de classe. Taw hak ya stufa hak ya hak ya stufa taw hada normal hada yukhraj akaka min ghir ma yaftar hat shay sbiha. Fahmt sin sghar taw ma shift fatur sbiha. اه وانت حالتك حليله كي بن عبيد اش قالك اش قال عليه ولد نزيه هزوقوا فيه الاولاد الاخرين بالكف اخي ما صبكي باش نفطر فطور الصباح شنو اللي بطل طول في التايكواندو يا ربي يا ربي خي ما نعرفش خصك انا الله اش بيك اسمع كلام امك اسمع كلام امك جبت لك كريمه طرتيني بالذبح ما نعرفش غي حفظوا لي سبحان الله ما نعرفش سبحان الله واحد ما يحبش يا ربي بربي اقعد غادي اقعد غادي سبحان الله بس هي فين انا المرة اللي فاتت جابت لي وحدك اسطل كامل تقول جير ابيض في مان ابيض يا ربي يا ربي راسي مان ابيض في معتي وليت كي نخلطوا عليه بنايه صب لي الداله في معتي باهي بسم الله على ولدي يا مصطفى قعد شوكي ما كل الوحده اللي جبتها المره الاخرى قلت لك ما عرفش نشري ما نعرفش ما تعرفش تشري ما تخافش اقعد هنا اقعد يا فرق اقعد غادي اتهنى مش كيما نتاع المره الاخرى هذه حاجه جديده فهمتني هذه اسمها تارتينات تارتينات ناتيلي لبنة شرقية 100% طبيعية أقل ملح ومواد دسمة مش جبن العادي وما فيهاش دي برودوي شيميك أقرا أقرا ماك تعرف تقرا فيها برودوي شيميك أقرا فيها برودوي شيميك أي مزال كي خرجت من الفريجيدير هذيك كانت تقعد برا عشويلت فوالا كولي عشويلت ها بنينة ولا مش نورمال كول مان بنينة ولا بنينة تركوا زيد كول زيد كول بنينة قلت لك قعدت شوكي من المرة الأخرى ما يعرف ايش بنينة صح خلينا نمشي نقطة اجا هنا يا فرق اقعد اقعد نورمال خارجة كيكة من غير ما تشرب حتى شيء تو نجري للمكتب ونشرب عرقي بعد والله تو ريت 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 يا مصطفى طالع العمو طالع الخالو طالع العمو طالع الخالو طالع لك انت مالا باهي هكا اي اقعد ريت يزمك تشرب عيش ولدي شوف شنو هي جابت لك هاي شناهي يا غورت ابوار ناتيو ولد عم ناتيلي فوالا مادام هما ناتيلي دونك عاملين يا غورت شو اسمه ناتيو هذا في بالك اللي هو طبيعي ومعمول بالحليب والغله ها وما فيهوش برودوي شيميك وباهي للنمو باهي للنمو شربين الاقتصاد التونسي مالك يا مالك شربي فيه ولدك الواقف ربي مش قلت لك كان يحبش يشرب خل نشرب انا ما تحبش تشرب ما تحبش تشرب خل نشرب انا سيد سيد يز يا مصطفى اعطي لولدك خليه ينمو شويه خليه ينمو شويه زي ما نميت انت تبارك الله خليه يقعد بزقيقه هكا اشرب عيش ودي صحه وبشفاء وقول لي بربي شنو رايك ها اش قالك اي ها ها كملها الكل الهم هذا مش نورمال بنينة والله ما كنت نسخيلك يعني اقسم بالله بنينة على الاخر باه هذه ملا خليها البعض هزها معك في اللمجه بنينة على الاخر ولا زيد هزها هاي خلينا نمشي نقرا خاطر ايجا قاعدة هنا اقعد نص نهار اقعد هنا اقعد هنا صحتك صحتك قبل كل شيء شيبني في القرايه القرايه تجيب بعد كتبت انت صحتك معلوله اش نعمل بيك انا يزمك تتغلب القدام مليحه ما نعرفش خاصه نفطر الصباح صغرت وما عادش يفطر الصباح خرجة كيكة يزمك تشرب عصير عصير هاي وكان ما نشربوش ولي حسابي عصير قلت لكم طلع الخالو طلع البوه جملة يا ستوفا هكا ولدك يعمل هكا هكا توا هكا يزمك تشرب كاس عصير ناتيلي أو باش نشرب وانا باش يفهم لا يا ودي مد الولد أو باش شو كي يشرب مد الولد خليه يشرب بابا ذاي اي بوك شقاولك ها؟ اش قاولك؟ اش قاول؟ والله مش نورمال والله بنينة مش نورمال باش نهزهم انا معي الكل فماش حاجة اخرى خلي لك عيبة عشان زيد اشرب اي عشان ولدي زيد اشرب صحيت ميرسي لحظة زيد اشرب تسقي في شجرة بالبيت
اشرب عش بلدياي بنين ولا بنين اش قالك حكاها وخلنا نمشي لحظه بقى لحظه نقول لك على حاجه باش نحكي لك واحكي لاصحابك احكي لاصحابك احكي لاصحابك وهاني باش نحكي لك باش تعرف تحكي لاصحاب يا ولدي لي برودوي نتاع ناتيلي الكل 100% تونسي وطبيعي وما فيهاش حتى مكونات شيميك ما فيهاش شيميك فيها تاريخ وجغرافيا لابسه تاعك هيا هيا ريت خلينا ناكلوا بهدوء كيما العائلات المتحضره الكل هاي خلنا نمشي نقرا شوكي هرب شوكي هرب خلي يمشي شوكي هرب بعد خلنا نمشي نقرا المدام بهيجه رايك تغشت خلي يمشي يقرا يا ودي خلنا نستمتعوا كولي كولي برك عزيزتي وي ما حسيتينيش هيك اللي ضعفت شويه بصراحه عزيزي ياسر ضعفت وليت ماكش نورمال بالزين وليت نغير عليك مالك الترتينات طيحت 3 كيلو ستوفا كملتهم الكل هات باش نطيب بهم الفطور ايش طيبين الفطور اقعد بركه ما تتعبش روحك اتو نفطروا ترتينات وكهو اقعد هاي كملوا نفطروا ترتينات وكهو ناتيلي لو غو دو لا ناتور مرحبا 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 بكم في الجزء الثالث من امور جديه توا الدنيا بردت والتونسي وعلاقته بالبرد علاقه عاطفية حميمية دبي باردة ولا لا؟ الطقس هكاك وبر ما فماش شمس ماهيش سخونة فما؟ ماهيش سخونة معناتها في الليل باردة شوية سخونة اخترعوا حاجة في دبي برشا لا لا ما خاطر وصلت نهار الأولاني فما شمس والدنيا سخونة على الآخر وبعد ولا طقس كيما ربيع في تونس وأنت علاش مشيت؟ مشيت الفستيفال نتاع دبي فيلم دبي معناتها وأنت عندك فيلم؟ لا ما عنديش فيلم ما جيت انفيتي مشيت حضرت سيتي اون اوكازيون معناتها وانت علاش استدعوك انت ما عندكش فيلم؟ علاش استدعوك اللي عندهم افلام فما برشا عباد جاو ما عندهمش افلام رجال الافلام ينجموا يستدعوا اللي عندهم مسلسلات لا عندي امور جديه هذاك علي ماما اصلا نفس الفوضى ضيف شرف اللي مشوا ما عندهمش حتى علاقه انت لا معناتها استدعوك اللي مجمل شو ما استدعوش كريم مثلا لا عندي فيلم سامحني عندي فيلم في مصراوي لا عندي فيلم مصراوي برشا شنو الفيلم؟ احنا بتوع الاوتوبيس اول مره نسمع انا نمثل عجله بتاع اوتوبيس رجع جيت مقوس انا والممثل الكبير نوجه له التحيه فرير عزة العيلالي معناها ممثل كبير فريد شوقي الله يرحمه معناها كان هو باش يمثل دور عمي كمال وكان معانا زاد محمود عبد العزيز الله يرحمه وينعمه معنا كلثوم كنو كلثوم كنو كلثوم كنو وتحب تجرب معناها عيطوا لها باش تجرب ما لحكي وبرجيا المو هو دور البطوله زاد معانا ان شاء الله فيلم باش يعمل ضجه كبيره فيه باش يعمل فضح باش يعمل فضح ان شاء الله ان شاء الله فيلم شيقف للرجال يعمل فضح نحكيو على البرد اخراج الفيلم اخراج لاسعد الدريد مدرب بتاع يلا نمشيو لاسامي البرد قولوا لي صحيحه ولا مش صحيحه باش نعطيكم اسامي يقولها التونسي على البرد صحيحه ولا مش صحيحه سميتري وي مش تحسوا يغني راي شاب سميتري شاب لحبيتري هذاك ترى صحيح هي. يقال على البرد القرقوري صحيح ولا مش صحيح؟ عرفت عليه القرقوري يعني القرقوري نتاع قرقوري قرقوري يخش بكم مع بعضكم انتم سلوا الفيشة ولا عملوا حاجة لا فوزي مش معنا لا كنت اقلب لا كنت معكم بطلت صحيح صحيح نعرف السقع انا يقول لك السقع مش مع قرقوري قرة العنز القرقوري هذا مش صحيح والجواب صحيح ابار يقال على البرد الحفحافي الحفحافي علاش قلت صحيح؟ حفحافي في لهوية ما كنتش عاودها في لهوية في لهوية هذايا بعد ما ساعتين وين الحفحافي وين لهوة في حفحافي؟ حفحافي حفحافي لا 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 عمري سمعت به يا ودي كريم عمري ما سمعت معروف حفحافي معروف بعد ما يعمل غاز لا هو يقعد ربع ساعة الحفحافي مش صحيح الساعة لا هو مش صحيح هو صحيح هو يقعد ربع ساعة الحفحافي من ساعتين ما ساعتين وربع يبدا يحفحف بشوي بشوي ويكثر التحفحيف قد ما يكثر البرد ويهبط الندوة فهمتي ديما يقعد في الجناب فهمتني والتحفحيف وفي بين عروس ديما أكد معروف أكثر بلاصة في الحفحافي قاعد يتحفحف الراجل لا حفحافي أول مرة نسمع بها صحيح يقال على البرد حفحافي
معروف الصقع. طول صحيح. السفروت. سفريتك اي. اي. صحيح صحيح. سفروت. صحيح صحيح. سفروت. 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 عبد هذا سفروت. إذا واحد قصير يعطوا له سفروت جيب دخان سفروت كذا. لا كريم قال لك واحد عمل سفروت بالهريسة مثلا. اي وهو السفروت يجي من بعد الحفحاف. يمشي الحفحاف ويدخل هم يبدلوا معناها يمشي الحفحاف ويدخل السفروت والصقع وكيعمل تلو من بعد تدخل رعد وتتهلك اذا مش صحيح ايش معناتها السفروت؟ السفروت ما كذاب معناتها يسر لا ذيك بلعوت بلعوت لا مش بلعوت يقول السفروت يتكلم اكثر ما يتكلم اكثر ما يفعل انا اعرف السفروت ما يفعل السفروت فهمك كيفاش يعني يعني؟ عادي يعني نعرفها برد زاد اخويا انا نعرفها برد روا ونقولوها سفريتك سفريتك مش منين نجيبوا فيهم هالكلام انا بلي ولدي جاي تعدى على السفروتيكس لا لا السفروتيكس بزاف لا لا مش موجود انت موجود موجود انا نعرف سفروت سفروت مش حلو سفروت بيع في الزاطلة هذا جابوه بيقول قلنا سميتري توا سميقري يجي في الركيز سميقري 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 هو البرد اللي يجي من لا السفروت مش البرد شنو معناه يجي من البر السفروت هو الشخص البلعوت سميقري يجي من البر سمير حاب نقول سميقري بطولة محمد علي نادي حسبي الله نمشي مع بعضنا ارتش ارتجل سميغري ولا سميغ الطاهر 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 انت نوض الطاهر نوض النهار راح ضاع النهار ضاع ضاع مر المركز فركس عليه فركس عليه في الوقت تتفسخ أودي قوم قوم خليني نرقد سقعان خليني سقعان باي حني دب قطب خي انت تسقع انت تقوم عاد خليني نرقد ارقد باي ارقد ها نرقد على راح يا امي براس امك علاش تمارس على الصباح نهرس في الثوم نهرس في الثوم وش مدخلك انت باش نطيب الملوخيه بتاع السابع بتاع خوك خويا طيب له في السابع عمره 24 سنه هذا يودي نقصد السابع الدوبيله دوب المره السابعه نحضر ليه في الملوخيه هيا قوم يودي حشمه هادي خليني نرقد سقعان سقعان تقوم سقعان قوم طاهر خليني نرقد قوم طاهر لبس لي سروالي وش يعمل لابس سروالي الاحمر انا لو جالي في بالي سرقوني مش شريته ارقد ارقد طاهر ارقد على روح ارقد اي دي فاش تعني ننظف في الدار عندي ضياف جايين يا عمي الضياف جايينك بعد شهرين تنظفي من اليوم اي باش نشوف بعد شهرين ندخل علينا قلنا خيم جايين لازم نبدا نضاف ونبكس ونقولوا هاك شهرين راك تنجم تنظمي من كاس عالم راهو تنظفي في الدار اي مي عندي خليني نرقد سقعان تحب ترقد ارقد ارقد اي ارقد ارقد على روح تش فمه تش فمه عندي ترافو عندي ترافو داري ديكو داري ديكو داري ديكو لا لا داريني وعندي ترافو ماكش باش تقوم مانيش قايم خليني نرقد سقعان سقعان اقعد غاد اقعد هنا عمل نطرة في الحومة تعالى هك نسخن في الموتور بتاع بايك بارد مش يمشي يخدم هكاك قوم اودي نوض ماني شاي والله انا قمت انا حاب نرقد سقعان اودي قوم اقرا قوم اقرا على راحك المعلم مات المعلم مات قوم احضر في الزنازة قوم قوم مهم قوم المهم مش باش يدفنوه باش يحرقوه في الساحة باش يحرقوه بوذي هو باه باش يحرقوه في الساحة هاني شاي ها غش باقي ها تنوريك حوت بونشي قوم عاد هيا تقوم
تشمي كفار تضربي فيا كفار انت خنفوس انت بودرن قو 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 قوم قومي كبسادك البغل الفرتون قوم قوم اخي براسك كبسادك جاي الخاله وقال غادي دي على لونك قومني سبعة ما في بالكش عندها فرش باركة تقوم انت نرقدني هاي الله الأخي الله لا تربحك الطه التو مازلت تعمل فيها في فرشك برا كبساد ايش انصر الفريش ايش انصر الفريش ايش ايش نمشيوا للفقرة توا اللي يعطيكم الصحة على المشاركة الكبيرة موهوب ولا مش موهوب احنا نعطيو ارائنا لهنا مع العلم انه الاراء الاولانيه تكون في التصويت دونك وفما نتائج على الباج فيسبوك الحوار التونسي من بعد باش نتابعوها كي باش نحكموا على المواهب ولا مش مواهب نستقبلوا من القيروان محمد ملط مرحبا سي محمد تفضل انا مرحبا بك سي محمد محمد ملط في من القيروان حسب رايكم موهوب ولا مش موهوب اذا موهوب فيش واذا مش موهوب علاش يلا شو بيك تهز وتحط بالاحساس بالاحساس هي راي برشا يقولوا لنا تفادليك يا ولدي راي قوه اللعبه هي هذه انه من الاول نحكموا على الشكل ومن بعد نكتشفوا وفي اغلب الاحيان نتفاجئوا باشخاص موهوبين صادق فيش موهوب نحس نجم يقاوم السميتري انت جاي من القيروان بارده تبرد القيروان في الشتاء تبرد من لا شيء ما 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 تعديليش فما حاجه عليك الجازوزه بيها جرجله ما لقيت شيء لا مش من القيروان الساعه صار يعني بيقول لك منين موهوب ولا مش موهوب ريت في حي التحرير ارتاح بسام هاني في واحد ياكل لوبيا في القروان مش من لوبيا كريم فش موهوب يغني يمثل يمثل يسع كله كله عندنا يا فوزي ركز انضبط باللعبه شنو يبيص عندي الكلاوي هاي كيف يديك في يدك هاي كيف يبيص توبعه تحسوا فن شعبي فن شعبي مش موهوب خاطر من وقفته علاش تحس ربي فضله حسه حب يظهر في التلفزه يجي البرنامج وكا يلا ورينا ترى تسويقه كبيره على محمد ملات تسويقه كبيره السلام عليكم سي بابوش الكلمة ذي ما اشتاود مشني موهوب ليه دينامك برليت ايه ايه وقت في الجبل ولدي الفيه مش موهوب الكلمة ذي ما اشتاود واللي كان يعني راني تونسي ومشني زيت قروي بركة مش بيك نوري نوري حليلي يا حليلي ما ماي 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 ما احنا يا ناري يا امه يا امه ولا جوال جوال يا احمر يا سبحان ربي يا سبحان ربي بحسنه وجلاله وسر القلوب عليه ما تخفي احليلي احليلي يا ضيع حنا وتلاني البرد من وزلاتي يا جاي لك فيا لكان نا نا ناي 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 يا ناري ناي حشاكم فما واحد عنده سيري بتاع خوخ ما رايح حتى حد ما شايف حتى حد جاي في ود لوط
جاب قال لي نمشي نحط الكلب نتاعي على الساسيان هنا يدخلوا يهزوا لي شويه الخوخ وكذا عمل كيما هكا هزك الكلب ما راي حد سياني ولا الكلب يقول لك اصحاب الخوخ اصحاب الخوخ تعب 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 تصفيقه كبيره على راهو يغني صحيح يغني بكدير راهو مش عادي مش لا روبي صحيح اتونسيو مش روبي كان كيجيبو من لا, لا, لا في الغناء صوته صحيح بالحق هاي هاي طلع من شي تالون روبي روبي يغني ها سامباتيك لما اسمع هو حطهم الكل تقليد والغناء والمزمار والتطبيق حطهم الكل وانتم اختاروا وفرزوا ما هو بنتاج بك اول مره واحد يضحكني كي هبها هو كان شي يولي في لحظه ما كان شي يولي خنزير بعد بطل فهمت قال خلينا نقعد انسان كمل شوي انسان بعد كان باش يلا صوت حب يولي ذيب في الاخر اما بارسا ما خلاني الانرجي نتاعو بارسا كان يكمل في بالحق الغناء العربي كشبيك والغناء العربي برشا عباد موهوبين على الاخر عندهم برشا مواهب سامحني نوفل يعمل له شو وهذه الحاجه جديده فيه هو امبوسيبل عمري ما ريتها عمري ما ريت ارتيست خاطر هو ارتيست هو معناتها سمعوا هو خنزير فوزي كيفاش لا 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 ولا ارتيست ارتيست على الاخر اون بلوس يعمل له شو ويمثل حاجه جديده فكره جديده عنده انرجي دونك صوته لمحمد ملا تدخلوا باج حوار التونسي على الفيسبوك نستقبلوا هنادي نصيري موهوبه ولا مش موهوبه عسلامة هنيدي انت من نابل اما تسكن في بابا مليتير كل مره في بقعه اه اما اه بوك مليتير كل مره في بقعه فوالا اي ديما اللي من اصعب حاجات اللي يخدموا مليتير انه ولادو كل مره ما يربيوش الكبد على حومه كل اكثر حومه عديت فيها وقت في نابل في نابل دونك عمرك 20 سنه تقرا باك كيكو حسب رايكم هنيدي ديجا اسمها محلاه هنيدي اسمها محلاه موهوبة ولا مش موهوبة وإذا موهوبة فيش وإذا مش موهوبة علاش؟ برجو ليه موهوبة بوها في الجيش موهوبة وتبارك الله على الأخرى من تو حسوا من شعرها تحسوا أرتيست صادق هي موهوبة لا موهوبة فيش موهوبة فيش بوها في الجيش بوها في الجيش باهي يظلي تعرف تغني يظلي يظلي عندها صوتك بتاع القوي على الأخر بافروتي اي اوبيرا حاجه طلع لا كلهم مشيو للغناء بيزار اقرب لي هنيدي شويه اقرب لي هنيدي لهنا فوالا كلهم مشيو للغناء انت تجي كي يصوروا فيسع اللي تصور فيسع صحيت اجتهاد تخبي هي بين في شعرها ويبدا بوها في الميليتيري لوج على الارهابيين. جا فما واحد طلوا راه القبيعه طلوا طل واحد ياكل في كسكروت وتخبط. فوالا. نجم تكون الغنيه نجم الصوت او تعزف. ها قدامك. تسال في انا ها قدامك. مش موهوبه ترى. موهوبه تقليد نتصور. فما تقليد تقليد ليه؟ علاش؟ مش اسمع في وقت لاريزا. ومش باش تقدم حاجه تعجب الناس كله مش ما نتصورش كان صوتها واحد. لا حد يحط لها المورال. نعم بالعكس. لا مش طيحت لها المراد سي لو كونسيبت دو الفقره لازم يحطوا في قلوبهم عرفت انا الحقيقه دي سخرت منه عرفتهم سخر منه لجنه التحكيم ف مالها هاي نسخروا كل باش دونك موهبتك باش توريها بميكرو ما عندكش جيتارة تصفيقه كبيره على هنادي هنادي out of love with you sometime I love you sometime you make me blue sometime I feel good and it's time for you loving you die make me so confused I keep on falling in and out.
never love someone the way I love you. And I'm keeping falling in and out of love with you. صوتها مش نورمال. انا الاقتراح ديو هي واللي كان قبلها فهمت. هي تقول هو يدخل سانتا ويقول نحي الخوخ نحي الخوخ يجي يبدا نحي الخوخ نحي الخوخ. لا والله بالحق والله بالعروبي واحده عروبي وهذيك صوتها عروبي صوتها عروبي والله بالحق. هي تطلع حاجه ويطلع بالصالح بتاعها والله جي مزيان على والله جي مزيان. ترى محمد جيبونا محمد محمد فوزي قال لي انت تغني صحيح اجي جاوبها بس صحيح غير زمار نحبوا نعملوا ديو. لا ما غير زمار العروبي اللي غنيت دونك هي باش تغني لوكسيدونتال اقربوا وانتم تغنيوا العروبي بالسينيال بينات بعضكم ترا وي Soon you never get scared, ooh. Cause every time when I feel alone, I gotta pray to my God, oh. And soon you feel scared, oh. يو خرجوا بنات السلاطين يتفرجوا على الناس تحقال وحليل ومسكين يوم تمكتول ولا ولفتوا مساتة وي وي وعد ربي يو خرجوا بنات السلاطين يتفرجوا على الناس تحقال وحليل ومسكين يوم تمكتول ولا ولفتو نسيت وعد ربي. Someday when I'm gonna be in my home, something is going on before you. Show me baby that, show me that. Done, you're not feeling so sad without giving a fuck. الله وحدت عليك. برافو برافو بارك الله عليك بارك الله عليك. يلا صوتو لحظة ما يصيرش قبله هنا والله اسمع نتابعوا الحكاية دونك صوتو الهنادي نصيروا دخلوا الباج حوار التونسي على الفيسبوك صوتو ديكوفيرت بتاع اليوم محمد ملات. ميرسي محمد ميرسي هنادي. برافو كريم على فكرة الديو. أما الكلب لازم يحضر وتبارك الله عليه مرتاح وقديش سبونتاني محليها على الاخر باش يوصل راهو هي زاد تبارك الله عليها زاد قد ما تغني قد ما لحمي يكون مقشر. الجمعة اللي فاتت فما واحدة بالجيتار بوتيدر ما مشيتش مليح قالت تراك وما خلونيش نبر فالوركو الكلهم يلزم يجيو فرد ظروف يجي اجى هنا برا فطول معناتها مش باهي انك تلصق المشكلة. لا سامحني اليوم تحس في النيفو مع احترامي الاخرين اللي جاو اليوم بدا على الحصه الثانيه والاولانيه النيفو اليوم قوي برشا والبنيه ما شاء الله. الضيف هذا يعطي الصحه خاطره بعد ما استدعيناه لطف عليه معناتها كتفه تخلعت ورغم هذا جاء وشد صحيح اندر سامر اسبوعي مرحبا بك. عليك اللطف عليك ان شاء الله باس ان شاء الله ذاك حد باس. قال لي شنو معناتها قالوا لي تخلع تكتفه في الصاله سبسبور
انت خدت في السالة تتفرج لا 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 في سالة سكور بالبار فيكس بالبارة الناس في البارة التالي هربت بيا اي بشوي عاد ما تدخلهمش البار فيكس باش ما نكشفش موهوب ولا مش موهوب وفيش حتى بار فيكس يدي مضروبة ما انا مش انا مش باش يعمل بومبا مثلا تطلع تو اسمه اندر 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 سامر اسمه اندل اندر 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 فما اوفر زاد ما نلعبوهاش اندر لا سامحني شمعت اندر يعني كيما اندر جراوند فما اندر 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 معناتها ندر ياسر من الندرة اندر 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 فقد اعذر اجمل اندر اندر يعني كيما امصت نعم صحيح احلى اندر اي موهوب ولا مش موهوب وفيش حسب رايك انا نتصوره كان موهوب وكي ضربت يدي ماهاش موهوب معاد فيه نحس قربت 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 بيا بصراحة مضروب ما نجمش نقول كان موهوب نعرفش فيه هذه عادي لبس عليه ما عرفش ولا نوع يدي تشعيرة وتطبرش موش موهوب مضروب زين والله نجم يكون عارفه كي صفقوا بضبابط والله كنت بالميد يعمل لك تخلع ولا يحرك وضنيه تخلع على البارح موهوب نجم يكون موهوب حط في معناه هو تضرب ما دام مضروب نتصور الموهبه نتاعو ما تستحقش الفور معناها صوت تقول انت صوت يا صوت يا في ساقيه حاجه معناها بالمشكه يضرب نتصور كان مش موهوب لكن اليوم باذن الله عليه ما دام تحدى وقبل باش يجي باش يصبح موهوب اكثر من كذا نتصور موهوب ما دام نتصور كل ما يتكلم فوزي صفقه ما فهمتش قال ديكستراوردينير فوزي ربي صفقه لبيا انا ريت بعيني بيا اول مره باش نجي ضدك علي انا ريت بعيني اليوم الماء الملح الماء الملح فوزي اليوم جاب لك صحن تونسي ليك انت سبيسيال الماء الملح يا بيا كلاش اترو لا لا من بعض التفاصيل كليت كان زيتون كليت كان زيتون زيتون ملح لا من ظهر الشطر وزيتون لا لا ولا لا لا سحنا عزيز وغالي مع اللطف اللصف في ريانا اما كله اما كله اما كله طن شو عملت بيا؟ نحط فوق خالي طن كله خليت لي كان لا لسه وزيتون بيا انت بتاع هكا تنحي الطن انا ساعه ما ناكلش الطن لا وسامح والناس تاكل قدمه اليوم بيا تاكل بزاف قدمه كي ياسر انا شاهده شاهده العكس ساعه ولد الاسعود جيب لنا كفتيجي شاهدنا وفي لما ولد الله سعود جيب لنا كفتيجي خاطر بنته لقوته في الكفتيجي. لا خليفه براج الموهوب ولا يمكن. اسمع اندر. اسمع راهم اندر عباد ربي. ركز صاحبي رجع نشوف. خلي كملوا تنرجع. خلي اسمع خلي كملوا في عقلكم. اندر دونك كتفه براك. نحب يقول انه موهوب في التمثيل باش تورينا حاجه. تصفيقه كبيره على اندر. أنا جيت نحكي على القراية، بون مش القراية العباد اللي قرات معايا، بيزار شوية، بون كيما واحد هذايا باس قرا مع الناس الكل، هذايا المولدي هات عض، هذا أي حاجة تاكلها، أي حاجة تجي تاكلها، يطلع لك هكاك، هات عض، أي حاجة، مرة واخو كاسكروت حاطه تحت جناحي كياس فارغ، الساحة كل ما فيها حتى حد، عرفتك الفيلم مكسيكي قريب تعدى واحدة كنت تبدا تدوخ، كيك، واخو مشيت تعديت تخبيت ورا كلاس، أنا جبت الكاسكروت وطلع لي، هات عض. تروح للدار تسكر باب بيتك على روحك تتكى تسمع غناء انت تجي تثاوب ويطلع لك هات عض هودي ناكل بنروح كيف كيف فرد كلاس فرد كلاس قرا معايا واحد هذا كل ما يقول لك مريقل ما تصيرش الحكايه اي قرا معايا هذا لا كلها يجيك يعمل لك مريقل كان قال لك مريقل باللحن هذا راهي ما تصيرش جيت مره في قبل دفوان فصل له في اكزرسيس قال لي فاهم قلت له مثبت روح قال لي مريقل جاب ثلاث كيف كيف تم مع على قهوه من غدوه يقول لك مريقل معناتها ما يجيكش برا على روحك فرد كلاس زاد اقرا معايا واحد اذا ما يحضرش بالكل يجي جوز في الدفوار يركش قدامك لا يقلقك لا يدور بيك انت تقاك تعدي يدور لك عرفت تقاك وراه يمكك ويبدا يكتب على روحه كابتن دكرون سواد كابتن دكرون يمكك صور هو زاد حتى يبدا يتفرج على البنات في الساحه العباد تبدا تغزرك مثلا هو لا طفله كي تعدي يبدا منك
كل كل عملوا ملبومات كما يقول ميغالو مجاناه كل هاي هاي كلها بالبومات كيف كيف زاد قرات معي وحدك اللي جايبتها في ناس وتقنيه وتمشي على ساقها تبدا تكتب في صبوره تكتب لك هك باللحن تنقش في صبوره كي تعطس في الشتاء تعطسك يا ربي تقاعد شقنيس وجايبتها مش نورمال وهي تقاعد عند صباطها 43 تبيتوا في الكيوسك ما طلعوش للدار ممنوع في الدار تلقى هذاك شتارك مع اخوها على زدر الدجاج حاشا صوابعها في خشمه وتعيط اما 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 وقت ما عنده برافو برافو عنده دونك خدم في ستاند اب اللي هي اصعب اصعب حاجه تنجم تعملها قلت شويه كيما مين شربه طيبه يلا صوتوا الاندر ديجا اسمه وحده يلزمه تصويت على باج الفيسبوك الحوار التونسي لو كان تقولوا للموهبه اللي باش نتابعوها بعد ما نكملوا ثلاثه جمعات في المواهب باش نبداو لي دومي فينال معناتها باش نعاودوا نجيبوهم والمره هذه نتبعوهم باش يعملوا حاجه نتبعوهم قبل تصفيقه كبيره على اندر وان شاء الله ربي يشفيك صديقي ميرسي بوكو أمور جدية متواصلة نرجع لكم بعد الفاصل مازال برشا ضحكة